طيب، أما فيما يتعلق بالمسائل القديمة بتاعت كان في المناظرة في السنتر بتاعت الشيوعية وما الشيوعية، أنا والله يا أخوانا، طيب عبد الله الراديكالي قاعد هنا؟ عبد الله الراديكالي قاعد هنا؟ الطيب قاعد؟ طيب علي قاعد؟ طيب يا أخوانا، هذا رزاكم سويتوا بتعرفوني الناس الداخلية ديل؟ كذا عينه بتعرفوني كويس يا أخوانا؟ كذا اللي بيعرف عني إن أنا محمود ده، إنه أنا شيوعي، يعني مش بيعرف عني، اللي بيعرفني حقيقة أنا شيوعي يا أخوانا؟ لا لا لا، ما كده، أنا ليه؟ أنا أوريكم يا أخوانا، والله عفى الله عنكم، عنا وعنكم، الكل مخطئ يعني، أنا ما أقدر أقول خاطئ، في فرق بين مخطئ وخاطئ يعني، مش كده؟ الكل يخطئ، تعال نقول، لكن أنا دي شيء في قلبي أعلمه يعني، أنا زول شيوعي ولا ما زول شيوعي؟ أنا لست شيوعيا، أنا ما بقول كده يا أخوانا، لا لا والله، لا والله الذي لا إله غيره، والله الله يعلم ما في قلبي، كل اللي عملته أنا شنو؟ أنا كل اللي عملته شنو؟ في يوم منتدى الشيوعية، تكلمنا عن الشيوعية، كل اللي عملته يا أخوانا حاجة بسيطة جدا، إذا قال إنسان، أي إنسان، أن إبليس لا يؤمن بالبعث، قلت له كذبت على إبليس ويحاسبك الله على كذبه، كده ولا ما كده يا أخوانا الكلام ده؟ ليه؟ لأن إبليس قال شيء في القرآن الكريم، ده إن لم يكفر يعني أصلا، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثوا. أما المسألة ذاتها متعلق النظر إنه الماركسية كفلسفة بتستوجب الإلحاد ولا لا، فأنا دي حاجة أنا أعرفها كويس، أنا لسه على رأيي إنه هي بتستوجب الإلحاد كفلسفة. شكرا جزيلا. طيب لا، أنا عندي لك سؤال. أيوة، قال أنا لست شيوعيا، ودي أنا بعتبرها شجاعة. أيوة لا كويس، ما أنت قبل كده ما قلتها، والحقيقة دي الليلة بالذات كويس. كونك أنت تقول أنا لست شيوعيا كلمة شجاعة مهمة جدا، والآن أنا بالنسبة لي أنا بتبين لي إنه الشيوعية دي حاجة سيئة، صح؟ كونه يتبرأ منها ويعتبر كلامي أنا عنه، أو مش كلامي الصريح، الإيحاء بتاعي إنه هو شيوعي يعتبره افتيات عليه وخطأ في حقه وظلم له. إذن يا أخواننا، أنا مدام أخطأت في حقه وظلمته وكذبت عليه، إذن يبقى أنا نسبت له حاجة سيئة، مش كده؟ أنا داير هو يعترف بالمعلومة دي، لأنه إجابته إجابة سياسية، دي إجابة سياسية، خلي بالك معي. كون يقول لي أنا لست شيوعيا، أنا مثلا أنا ذاتي أنا لست سعوديا ولست مصريا ولست جعليا ولست رزيقاتيا، لكن هل ده بيقتضي إنه أنا عندي رأي في الرزيقات ولا الجعلين ولا المصريين ولا السعوديين؟ لا، ممكن يكون عندي ذيل كلهم تمام، لكن أنا ما منهم. دي إجابة دبلوماسية، لكن ما علينا نحن. أنت لست شيوعيا، تبين لنا رأيك في الشيوعية شنو؟ الشيوعية اللي احنا بنعرفه يعرف أي طالب مسلم قاعد في المنبر ده، إنه الشيوعية كفرية، عقيدة كفرية تقوم على الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب، ده نص لينين، دي نصوص، لا لينين، الدين أفيون الشعوب لينين، نتغالط؟ كتاب نصوص من الدين الصفحة 25، ده كلام لينين. إذا بقى كلام ماركس يبقى كفر على كفر، الاثنين كده أنت كمان أضفت لي معلومة جديدة، إنه ماركس برضو نفس لينين في هذه المقولة، وكلهم ماركس لينين إنجلز ستالين حتى داروين كلهم ملاحدة معروفين، أسسوا الفكرة، والحزب الشيوعي قائم على الفكرة دي، قائم على الفكرة دي. فأنا خليني من عبارتك لست شيوعيا، أنا داير منك الآن أنت تورينا هل الشيوعية يعني الطلبة المسلمين القاعدين ديل يمشوا يبقوا شيوعيين وبعدين ربنا ما بحاسبهم بيخشوا الجنة؟ يعني الشيوعية والإسلام ما بيتعارضوا؟ أنا داير إجابة واضحة. شفت الإجابة بتاعت الروغان؟ أنا قريت آداب، يعني أنت ما قريتها، أنا وقت قريت آداب أنت بتقرأ في الأساس.
يعني ما تقول انا بتفلسف وامشي بجا، ما بتمشي من اي حته. داير اجابه واضحه. لو في فلان من الناس سلمنا جدلا، اكس من الناس ولا بتاع الواحده، الواحده لو سلمنا جدلا وهو انا اعتبره شاب لسه ما قال انا شيوعي ولا قال كده، لكن الواحده لو قال انا شيوعي، هل انت بتنصحه انه يبقى شيوعي وربنا يوم القيامه زي ما انت بتقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر كلامك مؤمن بالبعث والقيامه والجنه والنار وكده، هل بعدين انه الشيوعيه دي ما بتتعارض مع الاسلام وخش الجنه، ولا الفكر الشيوعي ده فكر مناقض للاسلام؟ شكرا جزيلا. اول شيء الحته الاولى، الخطا بتاعكم يا ابو بكر كان بينه، انا ما اعرف اللي بيكتب في اليوتيوب انه ابو بكر في شاهد زكاة الداعي بكر مع شيء، انا ما اعرف بيكتب منه، احتمال انت ما تكوني طلعت عليها ذاته، لكن انا كل الذي اريد ان اقوله انه الزول النسب لي الشيوعية ده اخطا، وقد ما يكون عارف ذاته، قد يكون فيه من الموضوع غلط. عشان كده الموضوع كان وين يا اخواننا الناس، يا اخواننا عينوا، انا الموضوع ده من زمان كنت داير لي واحد فيكم ثاني اتكلم معكم فيه. الفكره كانت وين؟ النسبت انتوا للشيوعيه، انا اعتقدت او انا حسب فهمي للشيوعيه او الماركسيه تعال نقول انه غلط النسبه دي، تمام؟ زي قمت مثلت لكم بشنو؟ بانه انسان نسب لابليس عدم الايمان بالبعث. فهمت الفكره؟ طيب انا لما قلت انا لست شيوعيا، حاجاوب لك اجابتك انت داير، تمام ما عندي اي مشكله. انا لما قلت لك انا لست شيوعيا، انا داير هنا لما نسبتني للشيوعيه قلت لك انا ما شيوعي. اما رايي في الشيوعيه، نمره واحد يا اخواننا، عندي راي ثابت جدا انا ما حتزحزح منه، لانه هو راي معرفي بالنسبه لي انا، ممكن نتكلم فيه ثاني، اللي هو شنو؟ اللي هو انه الماركسيه كفلسفه، كفلسفه لا تستوجب الالحاد، تمام؟ نمره واحد. نمره اثنين، هل الشيوعيه تضاد الاسلام؟ قطعا الشيوعيه تضاد الاسلام. هل الشيوعيه حسب الاسلام كفر؟ نعم الشيوعيه حسب الاسلام كفر. هل في حته ثانيه مهمه جدا يا اخواننا، في حته ثانيه، هل كل شيوعي كافر؟ ده موضوع بتاع تفصيل ثاني. في حاجه يا ابو بكر؟ طيب انت جاوبت لي الاجابه زي ما انت قلتها اللي انا دايره، خلاص انتهى الكلام، وانا داير اوريك الحاصل، انتهى الكلام، تفضل انتهى. وتناقض غريب جدا، قال الشيوعيه، تفضل، ده تناقض. اسال وانا اوضح عليك، انت حتضحك على رقبتك براك. قال الشيوعيه كفر، صح؟ الشيوعيه كفر، مش قال كده؟ ما خلي بالك معاي، الشيوعيه حسب الاسلام يعني بالاسلام، ما انا كفر دي ما هي نادي الهلال يا ناس، ما كفر دي بالاسلام، هو الكفر ده ذاته ما جاء في الاسلام، يعني ما عند المسلمين، عند المسلمين الشيوعيه شنو؟ كفر. طيب بعدين قال ما كل شيوعي كافر، ده موضوع براو، ده انا ما تناقشته ولا قاعد اتكلم عنه هسه، انا بتكلم عن انه الشيوعيه كفر، وانت اعترفت بالنقطه دي. كلامك الاصلا اللي كان فيه والجدل الاول ذاته، انت بتقول ليس في الماركسيه ما يستوجب الالحاد، كلام ده متناقض ولا ما متناقض؟ كونك تقول الشيوعيه كفر، الشيوعيه كفر، بعد ذاك تجي تقول ليس في الماركسيه او الشيوعيه ما يستوجب الالحاد. طيب اذا كان، خلي بالك معي، اذا كان ليس فيها، خلي بالك، ليس فيها ما يستوجب الالحاد، تبقى كفر كيف؟ الا تتنازل من واحده منين؟ لا، اما تقول الشيوعيه تستوجب الالحاد عشان كده الشيوعيه كفر، او تقول الشيوعيه ليس فيها ما يستوجب الالحاد، ليس فيها ما يستوجب الالحاد، اذا تبقى الشيوعيه ما كفر، اذا كان ما فيها ما يستوجب الالحاد تبقى كفر. ليه؟ ليه؟ ليه تبقى كفر؟ باي فهم من المفاهيم؟ وضح. لسه انا اديتك فرصه الليله كافيه، وضح. جزاك الله خيرا. يا اخواننا براحه كده اسمعوا معي، الالحاد كفر بالله، كلام ده سليم؟ سليم مش كده؟
تمام. لا لا ما معاش. مش ده ما سؤال هنا يعني، انت افهمني هاي ده ما الشيء الثاني يا اخواننا، الانسان الذي يقول ان محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله كافر ولا ما كافر؟ كافر، مش كده؟ طيب الشيوعيون هل يقولون ان محمدا رسول الله؟ في منهم ومنهم ومنهم، الشيوعيه كفلسفه ما بتقول، مش كده؟ اذا هنا الشيوعيه كفر، او الماركسيه هنا كفر. خديت بالكم معايا يا اشياء في اشياء يا بكري؟ في انت الفكره يعني نمر واحد الالحاد. عينه عينه براحه 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 عينه براحه. الالحاد كفر، انك تقول ليس للكون خالق كفر، وانه تقول محمد ليس رسول الله كفر. انا متفق معاك في هذه الحته انه الشيعية كفر عندما يقولوا انه شنو؟ انه محمد ليس رسول الله وليس هناك دين من الله. ليه؟ لانه اصلا ما في الله عندهم. فهمتوا الفرق بين الاثنين يا اخوان؟ ده الفرق بيناتهم. متعلقات الكفر عندهم وين؟ فيما يتعلق بالالحاد. طبعا الزول بيقول ما في اله معناه ما في دين، معناه ما في حاجه، مش كده؟ فهمتوا هذه؟ عشان ما تقول انا متناقض. فهمتوا الفكره كيف يا ناس؟ واضحه ولا في ناس ما فيهم؟ عشان افصلها ثاني. ما واضحه؟ ثاني عينه بالراحه يا اخوانا بالراحه. النازل ناس ايهاب بيقولوا شنو؟ ودي الحاجه اللي انا ما بقول بيها، دي حاجه معرفيه الله يا اخوانا. بيقولوا انه الماركسيه كفلسفه بتستوجب شنو؟ الالحاد. الالحاد اللي هو باي معنى؟ انه ليس للكون شنو؟ خالق. تمام؟ يلا النازل بيقولوا ليس للكون خالق، ده معناه شنو؟ يستلزم شنو يعني؟ بيستلزم انه ما في دين، ما في حاجه اسمها رسول، الرسل ده كذابين ساي، مش كده؟ مش؟ تمام. يلا تاني، نحن عندنا في الاسلام، نحن عندنا في ديننا انه اللي بيقول دي النقطة نحن مختلفين فيها. اللي بيقول انه محمد ليس رسول الله هو ماله؟ كافر. تمام؟ يلا دي عشان الشيوعية هنا بتقول انه ما في دين من الله وما في رسول من الله، هنا كفر. فدي انا هنا معاك فيها، فهمتوا الحتة؟ اما فوق في ليس هناك اله، عشان اصلا انا ما متفق معاك في انه المارسية كفلسفة بتقول انه ليس هناك اله للكون. فهمتوا النقطة يا اخواننا كويس؟ فهمتوا؟ لا كويس. ها؟ والله اقول لك حاجة نصيحة كده، الكلام اللي تقول فيه ده انت ذاتك ما فاهمه، خلي الناس دي عشان يفهموا. طيب على اي حال خلاص معلش انا اعلق اخر تعليق، خلاص ثاني ما عندي لك سؤال، تفضل. خلاص ما عندي سؤال ثاني. لا لا ما خلاص ما في سؤال ثاني، ما كلام تعليق حقي انا براي يعني، اعتبره حاشيه ده. طيب الكلام اللي بيقول فيه ده والله لو شربوك جردل بتاع مريسة لا يمكن انت الكلام ده تلايقه في مخك، تلايقه وتظبطه. يا اخي كونك تقول لي الشيوعية لا تعترف بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد تيجي تقول لي الشيوعية لا تستوجب الإلحاد، وتاني في إلحاد شنو؟ أكثر من، معلش يا أخي ما أعلق، أنا لما هو يتكلم أنا ما قاعد أعلق إطلاقا، أنا ولا راسي ما بهزه لما هو يتكلم، فأنت لما أنا أتكلم ما تعلق. طيب ما في إلحاد أعظم من كونك تقول ليس محمدا أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إلحاد في حد ذاته، ده إلحاد. لماذا؟ لأن تكذيب الرسول هو تكذيب لله تبارك وتعالى. لو كذبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من المولى سبحانه وتعالى، كذبت هذه المعلومة، إذا أنت كذبت ما جاء به الرسول، وما جاء به الرسول هو الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وإذا أنت كده أثبتت الإلحاد، يبقى كلامك ده كله متناقض. دي من جهة أولى، بل أنا بعتبر ده الصحيح كلمة الإلحاد. معليش يا أخي أنت بتفرفر، كلمة الإلحاد
المقصودة الشيوعيين سخنوا برا. آية الليلة تشرب سيجارة ولا تشرب لك بومبان، شفتها ما بحل لك الليلة. أنه الكلامنا اتفرتقت عقيدة الشيوعية بفضل الله سبحانه وتعالى. وتاني طالب يقدر يدافع عن الشيوعية، لأنه ده زول كل اللي بتكشروا به. أنا عارف الحاصل ده اللي بتكشروا به، وانتو ذاته طلع ما عنده أي حاجة. على أي حال لسه جايك، تعال بسيارة جوا هنا، جوا تعال هنا، ده حداك. أيوة، عشان ما تعمل لي فوضى من برا. لا، أنا عندي كلام مع البرا، أنت خليك أقعد، أنا عندي كلام مع البرا ديل. أي شيوعي بفرفي برا، تعال أجمع هنا، أجمع يا شيوعي في المكان ده جوا هنا. تناقش بروقة بننظمك، تناقش بالأدلة بنجيهك، تشرب سيجارة بحل لك برضو، فهمت؟ أيوة، أوعك تفرفر من برا، عامل فيك نجيض أنت. تعال الآن ناقش في كتب ماركس وإنجلس والعقيدة الشيوعية. أيوة، اتحرك تعال جوا هنا. قلعناهم لك من الجحور جوا ديل، قلعناهم لك من الجحور جوا. أقعد لسه ما أديناك. جمعة، ليلة جمعة دي إن شاء الله بتعرف الجمعة صح، الجمعة دي عيد المسلمين، أنت جاي نصراني ولا شيوعي اسمك جمعة كمان؟ أقعد تحت أنا جايك. ما بحلك يا ولد. جيب سبيت وين؟ ده جمعة، سبيت وين؟ جيب سبيت من برا هناك. طيب أقعد. أولاً الكلام بتاع اللي ما قال شيوعي الكلام بتاعه متناقض من جهتين. الناس تهدى يا اخوانا. ولا يزال الليل طفلا، لسه احنا ما عندنا اي مشكله، انا ناقشك للصباح اللي علينا من المحل ده. طيب، اولا الكلام بتاعه دار اعلق سريعا، متناقض من جهتين. الجهه الاولى كونه يعتبر مفهوم الالحاد، كونه يعتبر مفهوم الالحاد هو فقط قاصر على إنكار وجود الخالق. خلي بالك، مفهوم الإلحاد قاصر على فقط إنكار وجود الخالق، ده مفهوم غلط للإلحاد، مفهوم غلط. الإلحاد أوسع من كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يلحدون في أسمائنا في آياتنا لا يخفون علينا. وده ربنا سماه ملحد، ده إلحاد. فإذا الإلحاد، راجع كتب اللغة وقواميس اللغة العربية، الإلحاد هو الميل، هو الميل. وكل من مال عن الصراط المستقيم واتخذ صراطا آخر معوج يسمى ملحدا. فإذا الإلحاد، أنت كونك تقول لي الزول أنكر الرسول وما ملحد، ده تناقض في حد ذاته. هذا ملحد. أنكر الرسول ملحد، أنكر الإله ملحد، أنكر آيات الله ملحد، هذا إلحاد. ده من جهة أولى. جهة ثانية، أنت في الأول لما جيت دافعتها، ونحن ما بننسى الكلام ده، وده بنطلع لك يوم الزينة، لما جيت دافعت أنت عن الماركسية، اصبر كويس. لما جيت انت دافعته، هو كان بيدافع ليه؟ انا فهمكم النقطه كلها. هو كان بيدافع لما احنا كنا بنتكلم عن انه الشيوعيه كفر بالله، وانه يا طلبه، معلش ما تعلق. لا، انا ما ده كلامك ماسي، انا كلامك الزمان، انا ده ارجعك لورا. قلت لك انت كنت بتناقش في انه كلامنا الشيوعيه ما كفر. قلت احنا لما قلنا كفر بالله، انت قلت لنا يا اخواننا الماركسيه ما بتستوجب الالحاد، يعني انا ممكن اكون شيوعي كفلسفه ولا كتبشة، وما ماركسيه في النهايه شنو كفلسفه؟ انت ما تقعد نفسك تقدر تكشر بينا نحن فلسفه، انت عرفتها عن ذاتك، ما تتكلم. اقعد انا من قبل بتعامل معك بصوره لينا، انت ما تبقى لي زي الحكم الرابع واقف لي كده، امشي اقعد هناك يا. طيب، فكونك تقول لي الماركسية ما بتستوجب الإلحاد، ده يتناقض مع كلامك، وكده الطلبة فيهم النقطة دي كلها. أنا داير أجي ليه ده جمعة؟ لا خلاص أنت أقعد. لا لا أقعد. لا 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 معلش. أنت قبل أنا اديتك فرصة، كان ما تغش الناس، أقعد تحت. أنت قبل غشيتهم، أقعد تحت. أقعد. لا لا لا، ما بدك فرصة ثانية. طب وش أنت ده؟
اقعد. اديك فرصة، اديك فرصة، يلا اقعد. يا اخواننا، اخواننا عاينوا تابعوا معي بالراحة. الإلحاد، الإلحاد يتكلم عنه أبو بكر، قال شنو؟ قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، مش كده؟ قام قال الإلحاد هو الميل عن الحق، فكل من مال عن الحق أو عن الصراط المستقيم فهو شنو؟ ملحد. يلا يا أخواننا، أبو بكر غلط وين؟ عينه أقول لكم كويس، خدوا بالكم معي. موضوع مناظرتنا كان الإلحاد اللي هو معناه وشنو اللي هو مقصود به وشنو؟ عدم وجود الله. خديتوا بالكم يا أخواننا؟ يعني مثلا الزول اللي بيقول ليس هناك خالق في زمن هذا بسميه شنو؟ بسميه ملحد. لكن مثلا اللي بيقول في خالق وما في دين في زمن هذا بسموه شنو؟ لا لا، في الناس بتاع الفلسفة بيعرفوه كويس، بسموه الربوبي، أو تاني في تسمية اللي هي شنو؟ لا ديني. هم الاثنين كفار، هو كله كافر ده اللي بيقول ما في الله، كله كافر. لكن الحتة المهمة وين يا ناس؟ اسمعوا وكونوا منصفين جدا. لما أنا أقول ملحد يا أبو بكر، أنا قاصد الزول بيقول ليس هناك شنو؟ الله، أي الدلالة المعاصرة لشنو؟ للإلحاد. أنا ما شايل الإلحاد بمعنى العام. الشيء الثاني المهم شديد، عشان قبل أوريكم إنه أنا متناقض. ليه أنا متناقض يا أخواننا في الحتة دي؟ لأنه أنا قلت شنو؟ المناظرة بتاعتي مع أبو بكر وشهاب المرة الفاتت كان بيتكلم عن هل في شيء في الماركسية كفلسفة بيستوجب الإلحاد اللي هو بمعنى شنو؟ بمعنى ليس هناك الله. الإلحاد بمعنى ليس هناك شنو؟ خالق. في شيء في الفلسفة الماركسية بيستوجب الشيء ده؟ لا، انه زول يقول ليس هناك خالق بالضروره، لا ما في شيء زي ده، والراي ده لسه انا مصر عليه. لكن تعالوا اوريكم النقطه الثانيه وين. هل ممكن الزول اعتقد بالراحه انه الكون ده عنده خالق، لكن الخالق ده ما ارسل رسول؟ في عقائد زي دي ولا ما في؟ في عقائد زي دي اللي هو الربوبي اللي قبل شويه. الربوبي ده حسب الاسلام كافر ولا ما كافر؟ الشيوعي لو كان ربوبي كافر ولا ما كافر؟ إذا حسب كلامي أنا، إذا كانت الماركسية كفلسفة ما بتوصل ليه ليس هناك إله، ممكن يكون في زول ماركسي ولسه كافر. لكن كافر ليه؟ لأنه بقول ربنا ما رسل شنو؟ رسول. يعني يمكن يقول له لسه بقول في الكون اللي عنده شنو؟ عنده خالق. النقطة دي مهمة شديد، عشان ما تقول أنا متناقض، يعني ما متناقض ولا زول عويري عشان أقول متناقض يعني. طيب أنا أرد عليك برضو بثلاث نقاط أو نقطتين ما شفت مهما تلف وتدور. طيب قلت إنه في حاجة اسمها الربوبي، يعني مؤمن برب وما مؤمن برسول. معلش يا أخي، أنا يا أخواننا وقت تكلمت خليكم منصفين، وقت تكلم الراجل ده أنا قاعد أعترض عليه ولا قاعد أنقنق؟ أنا ما قاعد أقول حاجة يا أخي، ما ممكن يا أخي. هاك يا أخي، هاك أكذب. طيب كون يقول في ربوبي، والربوبي ودي ذات الازدواجية في المفاهيم، أنا بدي ورقة ويقول ما راغي، وذاك هو يديني ورقة ورقت أنا رجع علي قال راغي. يعني راغي في شنو يعني؟ عشان تعرف النوعيات دي. طيب على أي، عشان تعرف إنه الناس في النهاية كويس، ما مشكلة نمشيها كلام القبيل ما تنسوا. أرجع للكلام ما نتلخبط، الكلام اللي قاله يقول في ربوبي يعني مؤمن برب، لكن هذا الرب لم يرسل رسول ولا أنزل دين. طيب ده يكون ربوبي. طيب في واحد تاني يكون ما ربوبي حسب مفهومه، هو ما ربوبي يعني ما بؤمن إنه أصلا في رب. الاثنين في الإسلام يسمون شنو؟ كفار، صح؟ الاثنين كفار في الإسلام. كفار دي التهارب من كلمة ملاح ده، بس عقدة كلها في الكلمة دي، كلمة ملاح ده عشان ما تتعقد بيه. كل مرة خدت يدك في راسك. أنا في النهاية أقدر أوصل خلاصة واحدة، اللي بيقول ربوبي ما مؤمن بالرسول، واللي بيقول ما ربوبي يعني رب ما في، كلهم دول اسمهم شنو؟ كفار.
انت ملاحده دي ما عجبتك ما دايره ما تسميهم ملاحده، سميهم كفار كده كفايه. وخلاص الموضوع اللي بيبقى شيوعي بيستلزم الكلام ده انه شنو؟ يؤمن بالفكر الشيوعي الفكر الكفري. انتهينا من الموضوع ده. انتقل معاك لمعلومه زياده، لا برا الموضوع، اها تاني برا الموضوع ده. انت دار تقول لي انه الشيوعيه وقادته في الناس يعني ربوبيين، هو بدندن في ربوب يعني بيثبت وجود الرب. قاده الشيوعيه، قاده الشيوعيه المعروفين ماركس وانجلز و اسمه داروين ده شريك له ونساي، لينين، الثلاثه ديل وستالين ده جاء بعد لينين ده تبع له، لكن القاده الثلاثه هم الكبار ديلك الثلاثه اللي قلناهم ديل. واحد فيهم بيؤمن انه في رب ما كل ولا رب ولا اله. ما خلي بالك معاي، انا ما سلمت معاك جدل وانت اتفقت معاي قبيل انه لو اثبت وجود الاله وما امن بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى شنو يا اخواننا؟ كافر. انت هنا مش لو اثبت الرب بس، ومش لو كان اسمه ماركس ولا انجلس، لو امام الجامع ده، امام الجامع بيصلي بالناس، فهمت؟ وقال انا عندي بس حديث واحد النبي كذب فيه بس، حديث ولا كله، ولا انكر رساله النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لا بس حديث واحد قال النبي كذاب في الحته دي، يبقى كافر ولا ما كافر؟ كافر، ما في شك فيه، ده كافر. عشان ما تعمل لي جدل كثير في النقاط دي، لكن انا داير اثبت لك ابعد من كده، عشان ما تجي تقول لي لا اداء ربوبي أغادة الشيوعيه. دي نقطه اولى، غادة الشيوعيه ما مؤمنين بوجود اله اصلا. راجع كتاب، ما هو بعد ده بيناتنا المراجع ولا ما كده يا طلبه؟ مش بيناتنا المراجع؟ راجع كتاب واحد مختارات لينين الصفحه 172 الصفحه 173، ده مرجع نمره واحد. مرجع نمره اثنين كتاب الاشتراكيه العلميه والاشتراكيه الطوباويه تاليف انجلز. انجلز من صفحه 9 وانت ماشي لك 30. راجع كتاب نصوص من الدين، مجموعه من كلام لينين، نقلوا كتابه من كتاب ضد دوهرينج، كلامه من كتاب ضد دوهرينج، وبعد شويه دار اوريك ضد دوهرينج ده، لانه من سيف لك قاعدتك اللي بتقول فايته دي كلها هسه، بس ذكروني ضد دوهرينج، ما انسى ضد دوهرينج ده، ضد دوهرينج اسمه دوهرينج، والكتاب انتي دوهرينج، انتي دوهرينج، ضد دوهرينج ده الكتاب، بوريك قصته. طيب الكلام ده منقول في نصوص من الدين، لا يؤمن بوجود اله، قال ولا يمكن لله أن يحقق لنا هذا الاتحاد، قال وبهذا الصدد نقول أننا لا نؤمن بالله. ده كلام واضح ما فيه نقاش. إذا ديل بالإلحاد المفهوم عندك أنت، مش المفهوم عندي أنا، مفهوم اللي عندك أنت إنه ما في إله، ديل اللي قالوها ما في إله. انتهينا؟ طيب ضد دهري برنامج شنو؟ مفهومك أنت ده مفهوم دهري، مفهوم دهري. هو كان بيرى انه الشيوعيه مفترض ما تحارب الديانات الاخرى، وبيرى انه نحن ما مفترض نعلن كشيوعيين، ده رايه هو كشيوعي، ما يعلن بعقيدته الالحاديه انه ما بيرى وجود الاله، ما نعلن بها. قال ونهادنهم، ومن صادم هؤلاء الاصحاب العقيده في الله، قال من صادم بالكلام ده، انما ننشر الشيوعيه من غير من صادم، يعني بفهمنا ده ذول مرخرخ شويه كده، دهرين ده ذول لين كده، زي الناس اللي ميعوا الشغلانه، ده ميع الحكايه، دهرين ميع الحكايه. رد عليه لينين بكتاب كامل اسمه ضد دهرينج، رد عليه، ما تقول لي ما في ردود، الشيوعيين ذاته عندهم ردود صعبه جدا، رد عليه دهرينج ده رد قوي جدا في الكفر والضلال، كويس؟ وقال له نحن ما بنقبل منك، ده خلاصه الكلام. وانا المنبر الجاي ان شاء الله تعالى لو ربنا جابنا قريب، المنبر الجاي اتذكروا يا طلبه، انا بجيب لك بقرا لك من نص الكتاب، كتاب قديم لون الاحمر ذاك، شفته؟ بالنص قال له انه كلامك ده يدل على ردتك، يدل على ردته عن الماركسيه. ما عندهم رده انت قايل؟ ارتد عن الماركسيه لانه بيرى شنو؟ بيرى انه مفترض احنا ما نصادم ديلك ونقول لهم ما في اله. لينين بيرى انه لابد نصادمهم، ولابد قال نحطم الاله والسماوات، قال
أو نحطم السماوات ويحطم الأسرة قل له عرفتك؟ فكلامك ده أكلم فيك لينين بيطلعك مرتد بالفهم بالفهم بتاعهم هم. وعلى أي حال يا طلاب كده أنا بالنسبة لي للزول ده المسألة وضحت تماما وخلاصة اللي عندك تمام عليش أنا ما باغي جدل تاني شفتها وخلاصة الكلام اطلعت به من لسانك انت عشان الشيوعيين ما تفرحوا به تمشوا تكفروا الولد ده تقولوا مرتد تعلنوا على والحرب تعملوا اي حاجة ده بيرى انه الشيوعية كفر الشيوعية كفر ودلل الحمد لله ربنا طلع من لسانهم والطلبة كلهم وقعت لهم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله.